قدر سيولته. السؤال المهم: ماذا يجب أن نفعل الآن؟ وماذا يجب أن نفعل في زمن ما بعد الكورونا؟ وأنا بقول لحضراتكم أنه عشان نسأل لازم نسأل حد اقتصادي بيفهم، حد طول العمر عايش في الفلوس والأموال والبورصة والاستثمار والاقتصاد وما إلى ذلك. وزي ما الأزمات اللي احنا فيها دي الأزمات مقامات، وكل أزمة لها مقام، كمان الاقتصاديين مقامات، والاقتصادي رفيع المقام، الرمز المصري اللي مشرفنا في الأوساط الدولية الاقتصادية والاستثمارية، وزير الاستثمار المصري الأسبق ونائب رئيس البنك الدولي الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة الحالي لتمويل التنمية الدكتور محمود محي الدين، معي بالصوت والصورة عبر تقنية سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية. مساء الخير يا دكتور محمود، وتحياتي وأشواقي. وكل التحية والتقدير ليك وكل الدعوات الطيبة ليك ولمن معك ولكل مشاهديك ومستمعيك لنا. أولا على المستوى الشخصي طبعا وحشتني جدا، وطول الوقت متابع أخبارك وتجلياتك في الأوساط الاقتصادية العالمية، وأنت رمز مشرف لمصر، وكل التوفيق حتى في المستقبل بإذن الله. شكرا جزيلا، ما التقيناش من زمان وما فيش فرصة أنا أشوفك في آخر زيارة ليا في القاهرة من كام شهر. إن شاء الله تتعوض الفرص بعد زوال الغمة. إن شاء الله قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. أنا سعدت جدا بالتوصيف اللي حضرتك قلته في مقالك الأخير، وهو إن الأزمات مآمات. يعني هي المسألة حكمت في كتابة هذه المقدمة، لأن أنا بتابع الأزمات منذ عهد بعيد، يعني منذ تخرجي المسألة تزامنت مع أزمات مختلفة، أي واحدة منها لا تقارن بهذه الأزمة. يعني لما كنا بنتكلم على أزمة الاثنين الأسود في سنة 87، ولا أزمة الأسواق الناشئة أو النمور الآسيوية في 97، أو حتى الأزمة المالية العالمية الكبرى في 2008-2009، دي تعتبر بكل الموازين الأزمة الحالية أكبر منهم من الناحية الاقتصادية. طبعا زي ما حضرتك ذكرت إن لها بعد صحي هام، لها بعد إنساني هام، لا يمكن التقليل منه ولا حتى إن احنا نحطه في ميزان للمقارنة. هذا وضع لا يسمح الأمر بأن احنا نقارن الصحة والحياة بالخسائر الاقتصادية حتى لو كانت الخسائر الاقتصادية كبيرة، لكن هذه الأزمة أزمة كبيرة بكل المعايير. صحيح، هي ربما الأكبر على المستوى الاقتصادي خلال العقد أو العقدين الأخيرين، وصعوبتها تكمن كمان في أن ما كانش ليها بشائر أو مقدمات يمكن للعالم أن يستعد ليها. أولا عايز أسمع رأي حضرتك في تقييم الأداء المؤسسات الاقتصادية العالمية وحتى أداء الدول في التعامل الاقتصادي، مش طبعا الصحي، التعامل الاقتصادي مع هذه الأزمة. شوف استاذ، يعني احنا طبعا كان في حديث قبل هذه الازمه على انه يبقى في تراجع اقتصادي، وكان في عدد من الاقتصاديين بيتكلموا عن احتمالات انخفاض شديد، اقتصاد عالمي يعاني من بلغه كده الصحه برضه يعاني من التوعك والهشاشه والعرضه للمخاطر. ده كان قبل الازمه، لكن ما حدش كان بيتكلم انها هتبقى بهذه الحده، وان احنا نكون في حاله ركود غير مسبوقه، يعني تكاد تقارن بأزمة الكساد الكبير اللي كانت قبل الحرب العالمية الثانية. بس صحيح. الحمد لله احنا لحد دلوقتي في المراحل الأولى التي يمكن من خلال إجراءات مالية ونقدية وتعاون دولي ان احنا نبتعد عن حالة الكساد ونخرج من هذا الركود بسلام. يعني كأنك بلغة المنحنيات استاذ سامر، انت عندك جبهتين او منحنيين والاثنين لازم تصفحهم. في منحنى بيعلو منك وهو منحنى الصحي بالحالات التي تتعرض للإصابة بالفيروس، وأيضا هناك الركود الاقتصادي، ده منحنى إلى الانخفاض. أنت عايز تعمل جهدين، إنك توقف الانخفاض في النمو وتوقف الارتفاع في الحالات في ذات الوقت ودون تعارض. طيب خليني أسأل حضرتك سؤال، وأرجو أن شرح لحضرتك لإجابة هذا السؤال تكون بشكل مبسط يفهمه غير الاقتصاديين يعني والمصرفيين. في خسائر
مباشرة كلنا شايفينها دلوقتي سواء على الاقتصاد العالمي أو حتى على مستوى اقتصاد الأفراد والشركات وما إلى ذلك، لكن الأزمات الاقتصادية علمتنا أن الآثار الناشئة ما بعد الأزمة وهي الخسائر غير المباشرة التي لا نراها الآن أعمق وأكبر. في رأي حضرتك إلى أي مدى سيتأثر الاقتصاد العالمي وممكن يتعافى خلال قد إيه وإزاي؟ طيب، هو في الاثار المباشره دلوقتي هي تلك القطاعات اللي وقفت، طيب. اللي شغال في السياحه، اللي شغال في قطاعات تجاره، اللي شغال في اي نشاط حول العالم توقف كليا او جزئيا. مظبوط. ودي بيعاني منها اعداد كبيره جدا من المتعطلين عن العمل. وعشان اذكر بس لحضرتك ارقام سريعا اللي طلعت من منظمه العمل الدوليه من حوالي 10 ايام، كان عندهم تقدير أولي في بداية الأزمة اللي بيتكلم عن خسائر في حدود ب 5 مليون ل 25 مليون. راجعوا أرقام، المراجعة هنا يعني مزعجة للغاية، لأنه ما زودوش مثلا 10% ولا 20%، ضربوا الرقم في 10. فالرقم للمتعطلين الآن 200 مليون واحد حول العالم، منهم 20 مليون فقط في البلد اللي أنا فيها الآن، أو حوالي 17 مليون اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. تمام. لو أبسط الفكرة بأزمة أخرى، أنا كنت بتكلم مع أحد أقربائي من شوية، هو أكثر في مجال الهندسة والزلازل، هو بمقياس ريختر كده. الاقتصاد الأمريكي على سبيل المثال كان في الأزمة المالية اتأثر بحوالي 650 ألف عامل فقدوا فرصة عملهم وتقدموا بطلبات لإعادة البطالة. 650 ألف واحد، الآن الرقم يقترب من 17 مليون، يعني 30% تقريبا لما كان عليه الوضع. يعني عندك قطاعات بتتراجع وعندك بطالة. طبعا مع التعافي الصحي هيبقى فيه جانب كبير جدا من هذه العمالة هترجع للعمل. صحيح. وبعضها سوف يرجع أسرع من قطاعات أخرى. صح. وبالتالي يجب التحسب في مسألة الرجوع امتى، وده بناء على قواعد صحيه وقواعد اداريه. كل دوله اقدر على التعامل مع هذه الحاله. وكل مساله فتح بتبقى الناس رغم انها بتبقى منزعجه من الغلط، ولكن لما بيفتحوا زي ما حصل في النمسا من اسبوع او النهارده في اسبانيا، في كلام عن فتح مبكر لحركه النشاط الاقتصادي، بتجد في ناس برضه منزعجه. فهنا الفكره انه الناس لازم تكون مطمئنه على حياتها ومطمئنه ايضا على معيشتها. ما شفناش تناقض بين الاثنين، انك بتبقى خايف على حياتك صحيا وخايف على معيشتك لو ما عندكش دخل. فانت لازم يكون في هناك قدر من التوازن وفي مصداقيه للاداره العليا لكل بلد بانها تدي الاشاره المناسبه في الوقت المناسب دون تعجل. في رأيك يا دكتور، المؤسسات القطاع الخاص سواء الدولية الكبرى المالتي ناشونال أو حتى المؤسسات والقطاع الخاص في كل دولة، علشان أوقف بقدر الإمكان نزيف الخسائر ودون أن يؤثر ذلك على العمالة التي أملكها عن طريق التسريح أو خفض الأجور أو ما إلى ذلك، المعادلة الصعبة دي تعمل إزاي؟ لأن أنا الحقيقة متعاطف مع كثير من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت في إن هم في حيرة الآن ما بين التخلص من العمالة اللي بتكبدهم خسائر شهرية كبيرة وما بين الحفاظ على القدرات البشرية اللي بيملكوها في المستقبل. شوف، احنا لازم نفرق ما بين الشركات والمشروعات على حسب القطاعات اللي هي شغالة فيها برضه. يعني انت النهارده حتى في كل هذه الازمات في قطاعات شغالة ولازم تشتغل وبمساندة من الدولة وتحت ارشادات صحية عشان الحياة تستمر. صحيح. يعني كل ما يرتبط بالقطاع الصحي، القطاع الصحي ده مع كل تقدير الكبير جدا والواجب للأطباء والممرضين، ولكن هناك أيضا معاولين لهم، يصبح تكون التقدير، هناك جهات بتقوم بالإمداد الطبي لهم، هناك ناس بتشتغل في مصانع الأجهزة والمعدات والمستحضرات، في ناس شغالة في المزارع وفي محلات التي تبيع المنتجات الغذائية، فأنت عندك قطاعات شغالة حتى في وقت هذه الأزمة. فكأنك في إطار حرب، حتى في وقت الحرب وتحت الضرب والقصف بيبقى في قطاعات بتشتغل. صح. فدي أول حاجة لازم يعني نحطها في الاعتبار، وخاصة كمان إن في قطاعات لا إتراجا، زي القطاع اللي إحنا بنتكلم من خلاله النهارده، القطاع بتاع تكنولوجيا المعلومات. كويس جدا إن إحنا عندنا
ركائز جيده له في مصر مثلا يستطيع انك تبني عليها، لان في حاجات هتتغير معاك في المستقبل لما هو افضل، ان استخدام تكنولوجيا المعلومات مش بس في التواصل الاجتماعي لكن في التعليم، مزبوط. في التدريب، في الرعايه الصحيه، في انجاز الاعمال، في الاستغناء عن بعض السفريات في الخارج. النهارده كنت بقرا من شويه استاذ سامر مقال لطيف جدا كتبه احد الاساتذه في جامعه هارفرد، وبيتكلم على انه هيبقى في مشكله للفصل الدراسي القادم، خاصه من الجامعات اللي بتعتمد على عدد كبير جدا من الطلبه الاجانب. فهو قال احنا هنعمل حاجه اسمها بلندنج، يعني مزج ما بين التعليم في الخارج والتعليم في الداخل، بيعمل اتفاقات دلوقتي مع بعض الجامعات المعتمده بان يدي المنهج لها بتدرسه بالنيابه عن الجامعات المتقدمه دي، وبيعوض هذا بالتكنولوجيا المعلومات. ففي قطاعات عندك بتنطلق. صح. ده انا اسف للمقاطعه دكتور محمود، بس عايز ابشر حضرتك ان احنا بقالنا اسبوعين سواء مجلس الوزراء او مجلس المحافظين كله بينعقد بخاصيه الفيديو كونفرنس. صحيح، انا شفت هذه الاجتماعات. انت عارف طبعا خاصيه الفيديو كونفرنس كانت موجوده وكانت على اطار محدود حتى في بعض الافتتاحات الرسميه، شكرا مثلا الرئاسه انه بيبقى في افتتاح لكذا موقع في نفس الوقت. صحيح. وان التواجد في ذات الوقت بيبقى صعب، فبيتم الافتتاح في نفس الوقت. دلوقتي لا، المساله اتفعلت في اطار اجتماعات، واصبحت هناك دلوقتي نظم بتامن الاتصالات. في حاجات غير مؤمنه بالكامل، وفي حاجات مؤمنه بدرجه عاليه من السريه، لانك انت في حاجات ممكن تنجزها، حسابات خاصه بالبنوك، قرارات مختلفه مثلا تخص السياسه النقديه ولا سعر الصرف. علمت ان مجلس اداره البنك المركزي ايضا اجتمع من خلال هذه الخاصيه. فاي نوع من انواع تسريب المعلومه هنا بيبقى له اعباء. وهنا هذا القطاع تكنولوجيا المعلومات مش بس بيمتلك لوحده وللخبراء اللي فيه، ولكن جيوش ايضا بتشتغل من وراه لتامينه ولتنظيمه. وفي خناقه هنا في الولايات المتحده حول عدم العداله في توزيع القدرات التكنولوجيه ما بين المدن وما بين القرى والاماكن النائيه. ودي مساله يجب الاهتمام بها برضه في مصر. الحمد لله احنا عندنا انتشار جيد للبنيه الاساسيه للمعلومات، ولكن انت محتاج استخدام التابلت في التعليم واستخدام وسائل التواصل والاجتماعات اللي هتتم. دي هي البنيه الاساسيه الجديده، البنيه الخاصه بالتحول الرقمي. وفي ادراك كبير جدا على اعلى مستوى في مصر لاهميه التحول الرقمي. صحيح. عايز اسال حضرتك يا دكتور عن دور المؤسسات النقديه الدوليه زي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الى اي مدى يستطيعوا ان هم يساعدوا اقتصاديات الدول خصوصا الاكثر تضررا او الاكثر خسائر خلال الفتره القادمه؟ وهل تستطيع الدول دي انها يعني تتعافى عن طريق الاقتراض او الاستدانه؟ حضرتك استاذ سامر بتسال هذا السؤال في اسبوع هام جدا، وهو الاسبوع اللي هيبقى فيه يوم الخميس والجمعه، ولو دخلت السبت معاه ده اجتماعات الربيع اللي بتتم ايضا من خلال نفس الخاصيه عن بعد لصندوق النقد الدولي وللبنك الدولي وايضا لمجموعه ال 20 اللي هي عملت قمتها ايضا من خلال ذات الطريقة، من خلال التواصل، من خلال الشاشات. مظبوط. ينتظر ان يبقى في بعض القرارات الهامة خاصة بالمديونية للدول الأكثر أو الدول الأقل دخلا. الحديث الآن انه الإجراءات اللي بيتم اتخاذها على مستوى هذه المؤسسات المالية الدولية وباتفاق من مجموعة العشرين وأيضا من نادي باريس وباقي المقرضين انه يشمل ايضا الدول متوسطه الدخل. لسه الحوار الان متوقف عند الدول الاقل دخلا، لكن بمعنى ان هو هيوقف سداد الفوائد والاقساط لفتره تقترب من 6 شهور. هناك مطالب بما هو اطول من ذلك، ولكن هناك مطالبه من جانب الدول على الاقل في افريقيا في اجتماع وزراء الماليه الافارقه اللي بيضم كل الدول الافريقيه مش بس افريقيا جنوب الصحراء، انه يكون التاجيل في السداد لكل الدول وليس فقط الدول الاقل دخلا. وقدروا انه الفوائد والاقساط عن المستحقه لهذا العام 2020 تقترب من حوالي 45 مليار دولار. يجب انه نعطيها اولويه بانها تتوجه
لمجالات الصحه وللضمان الاجتماعي ولتعويض المتعطلين والبطاله بدلا من سدادها في شكل فوائد للدائنين. وفي نقاش حول هذا الامر الان. ممتاز. عايز اخرج بحضرتك شويه بره الصوره المباشره اللي كلنا شايفينها على المستوى الاقتصادي، واسال حضرتك يعني بنظره مستقبليه فلسفيه شويه، كيف ترى اقتصاد العالم ما بعد ازمه كورونا؟ هل سيسير بنفس الطريقه ونفس الاستراتيجيات ونفس المعالم فيما قبل، ولا هيبقى له قواعد جديده؟ يعني شوف، يعني حضرتك بتتابع النقاش الدولي واللي طلع في اهم المجلات والدوريات الخاصه بالاستراتيجيه الدوليه والسياسه الدوليه، في اراء كثيره جدا. انا بميل لعدد من الامور في هذه الازمه، ان الازمات زي ما هي بتكشف احوال وقواعد ونظم وقدراتها على التعامل مع الامور، بتكشف ايضا قواعد النظام الدولي ومدى عدالته ومدى كفاءته. وبالتالي هناك محاولة لإثبات يعني قدرات وكفاءة منظمات دولية عشان تقول إنها جديرة بالاستمرار. أيضا في إطار التوازنات الدولية، الأزمات استثمار بيبقى لها تأثير كده كأنها معدل. في حاجات كده بتبقى على وشك إنها تطلع، فالأزمة بتعجل من حدوثها، زي ما اتكلمنا عن تكنولوجيا المعلومات اللي بنشوفه في خلال أسابيع وشهور كان مقدر له إنه يبقى يحصل في خلال سنوات طويلة. لكن في حاجات مثلا زي الصعود الاسيوي، زي تراجع بعض الدول او القوى التقليديه، ده هنشوفه في الفتره القادمه. لكن الاهم من ذلك كله، انك انت في المنطقه العربيه وفي منطقتنا، انت فين من هذه التغيرات؟ ايوه. تتصور انه عندك امكانيات كبيره جدا كانت هي محل ضعف ممكن تستخدمها. القوه البشريه اللي عندك هي تعني قوه استهلاكيه ضخمه وقوه للطلب، وممكن من خلالها تقدر تجذب استثمارات صناعيه وانتاجيه في بلدك. الامر الاخر، ان شبابيه المجتمع في بلادنا على عكس الشيخوخه اللي موجوده في دول اخرى، ممكن الاستفاده منها في تكنولوجيا المعلومات وفي التواصل معها. الحاجه الاخرى اللي ممكن تنظر فيها في اطار هذه التغيرات الدوليه، انه في النهارده حديث كبير عن موضوع توطين التنميه، وان كل واحد عايز المنتجات تبقى قريبه من اسواقه، وانت هنا تستطيع ان تقوم بدور كبير ليس فقط لمصر ولكن على المنطقه المحيطه. فتصور ان في قواعد كثيره جدا من قواعد التجاره والاستثمار وايضا العلاقات الدوليه هتتغير، وانا بارجح تفعيل هذا الاثر الخاص بالمعجل او المسرع في اللي احنا كنا متوقعين انه يحصل على 20 او 15 سنه، انه يحصل في سنوات اقل، بس يعني تزول هذه الغمه الصحيه والناس تبتدي تنشغل باللي تقدر تتفاهم على قواعد هي فهمها اكثر من التعامل مع هذا المجهول المرتبط بالفيروس. صحيح. وبعيدا عن شهادتنا لانفسنا، الاخبار اللي بيجي لنا من مؤسسات النقد الدوليه والشركات والمؤسسات الكبيره اللي بتقيم المستويات الائتمانيه والمصرفيه والاقتصاديه، بعضهم او الكثير منهم يقول ان مصر بعد هذه الازمه لديها فرصه كبيره، وهي تعتبر من الاقتصادات الواعده جدا على الاقل في منطقه الشرق الاوسط. الى اي مدى الكلام ده صحيح؟ انا متفق تماما مع الكلام ده، وده اللي يعني حضرتك اكدته بشكل اخر اللي انا قلته من شويه، انك انت عندك كافه الامكانيات القويه في تنوعك الاقتصادي، انك غير معتمد على قطاع واحد او سلعه واحده، عندك تنوع كبير تستطيع انك تتحرك عليه. في خلال الفتره الماضيه انت اشتغلت جامد على تطوير البنيه الاساسيه، اشتغلت جامد في مجالات خاصه بالاصلاح الاقتصادي بتديك فرصه ومرونه كبيره، عندك اهتمام النهارده كمان بالرعايه الصحيه الاوليه اللي اتطور انها هتاخد يعني بعد اكثر من الاهتمام. انت بتبص عليها استاذ تامر من ثلاث مجالات: استثمار في البشر بالتعليم والرعايه الصحيه والتدريب، استثمار في البنيه الاساسيه بما في ذلك البنيه الاساسيه التكنولوجيه اللي احنا بنسميها دي ان ايه، يعني البنك الدولي كان بيستخدم هذا المصطلح دي ان ايه، بمعنى داتا بيانات نتوركس شبكات وارتفيشال انتليجنس بمعنى الذكاء الاصطناعي، ده اللي انت عايز تستثمر فيه جنبا الى جنب مع البنيه الاساسيه التقليديه. واخر حاجه هي الاستثمار في التوقي من الصدمات بقى اللي انت شفتها
زي صدمات صحيه او صدمات مرتبطه بتغيرات المناخ، ده جانب اخر من التمويل. ومن هنا لازم انك انت تراجع اولويات الانفاق العام عشان تقدر تمكن لقدراتك الكبيره والمتنوعه. ويعني ليس في اثناء الازمه في حد كسبان، ولكن الا القطاعات اللي هي بتتحرك طبيعي في اطار اللي هي بتتغذى على الازمه. بعد يعني الازمه انت عندك فرصه. انت كلامنا كله انه بعد الازمه هيبقى، وانا يعني متفائل جدا انه بعد هذه الازمه انه عندك قدره كبيره جدا على الانطلاق والحركه بمشيئه الله. عايزك تتخلى يا دكتور محمود عن حرجك الدبلوماسي وتقول لي هل هذه الازمه كشفت بعض الدول، كشفت اقتصاديات بعض الدول، كشفت هشاشه الانظمه سواء الصحيه او الاقتصاديه لبعض الدول التي كنا نعتقد انها قويه؟ يعني هو طبعا الواحد انسانيا بيتمنى للناس جميعا طبيعي السلام. ولكن في حاجات كثيره جدا كانت مفترضه، خاصة في الدول اللي كانت يعني مشهورة بنظمها الصحية، ولكن للأسف كان في انحياز أكبر حتى في إطار إنفاقها الكبير جدا على النظام الصحي، سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى الأفراد، كان هناك اهتمام أكبر بالصحة العلاجية، ولكن الطب الوقائي ما كانش محطوط له اعتبار كبير في هذا الشأن، في حين إن في دول أخرى قد تكون أصغر في حجم اقتصادها قدرت انها تصمد وتتعامل معها. صحيح. حتى الان بنتكلم حتى الان مظبوط، يعني واضح برضه ان في مدارس كثيره جدا في التعامل مع هذه الازمه الصحيه، ولكن اترك هذا الامر للخبراء في مجال الصحه ليقدروه، واترك ايضا الزمن ليكون حكم افضل على البعد في التعامل الصحي. ولكن بالنسبه للتعامل الاقتصادي والاجتماعي مع هذه الازمه ايضا هناك تفاوت كبير جدا بين الدول حتى المتقدمة منها. وما زلت بقول انه عدد من الدول ذات الاسواق الناشئة والصاعدة وذات النمو العالي هي يعني صاحبة الكفاءة الافضل في التعامل مع هذه الازمة حتى الان. وان كنت اتمنى للجميع السلامة، لان احنا بنتكلم هنا عن ارواح بشر، ونستفيد احنا ايضا من هذه التجربة في مشاركتنا في المستقبل وتدعيم علاقتنا في التعاون الدولي وفي الاستثمار وفي التجارة مع هذه الدول الصاعدة. بعيدا عن نظرية المؤامرة ومن مين من القوى العالمية اللي اطلق الفيروس، الصين ولا امريكا وكل هذا او كل هذه السيناريوهات اللي بيطلقها الكثيرون، لكن على ارض الواقع وبنظرة اقتصادية محضة، من الواضح ان الصين استفادت كثيرا على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى البورصوي ورؤوس الاموال عندها بعد زوال الازمة. شوف انا عندي كلام ما يعجبش في موضوع نظريه المؤامره، لانه نظريه المؤامره دايما بتبقى جايه كده بتوابل وتحريش. صحيح. بيبقى الاستماع ليها الطف بكثير جدا من الاستماع للحقيقه اللي ممكن تكون ممله في الامور. انا لا اميل لفكره نظريه المؤامره في هذا الشان، والعالم مليء بالفعل بمؤامرات كثيره فعليه، فمش عايزين نظريات لها. فكره الاستفاده النهائيه، انا عايزك استاذ كامل كده تشوف، يعني انا ما اعتقدش ان في اي دوله استفادت من هذا الشان. يعني امريكا اقتصادها تراجع بمقدار سالب ناقص 2.5%، اوروبا ناقص 5%، اليابان ناقص 3%، الدول الناميه زي حالتنا، يعني الحمد لله احنا جايين بسنه ماليه جيده من السنه اللي فاتت. صحيح. التاثير يمكن هيبقى على نص السنه ديت اكبر، وان شاء الله نتعافى سريعا. لكن حتى اقتصاد الصين اللي كان بينمو ب 7% والصين بيكون زعلان، الان التقديرات من 1-3%، فهو التراجع عنده كبير جدا، لان الارتباط الكبير في حركه التجاره وفي الاستثمار. لكن الجزء الثاني يا دكتور بس هو فكره حيازه الصين، حيازه الصين لاسهم كبريات الشركات عندها باسمان بخسه بعد انسحاب المستثمرين الاجانب في الازمه. بالظبط، ده نوع اخر من انواع الخساره، تراجع التجاره بتاعتها. المشاكل الخاصه بالعماله بتاعتها، يعني انا عشان كده بتكلم على ايه؟ احنا في هذه الازمه كاننا في بحر هائج شديد جدا. في ناس يعني للاسف حتى مع المساعدات هتغرق في هذه الازمه، لانه زمانها ولى وانها ما قدرتش تجدد احوالها. حتى في الاحوال العاديه في شركات بتفلس، في شركات بتخرج، في شركات اخرى هتعوم.
بالمسانده بالبنوك المركزيه وبنوكها ومن الدوله. في شركات اخرى هتعوم كده كانها بتعمل نوع من انواع السيرفنج او الحركه السريعه مع الموجه في اتجاهها، ودي القطاعات والدول اللي عندها قدرات تكنولوجيه وعندها قدره على التكيف عليها. ممتاز. انا مش عايز اطول على حضرتك، بس عايز استعين بحضرتك بالمنظور الاعلامي كده زي مراسل لينا في الولايات المتحده، وهنا هنخش سنه صغيره على السياسه. ماذا ستفعل كورونا بدونالد ترامب في امريكا ونحن على اعتاب عام الانتخابات؟ هو يعني مكاني في الامم المتحده يعني مش بيخليني بس مفروض عليا ان اتحلى بالدبلوماسيه، ولكن اخلي ارائي الشخصيه لنفسي. لكن ممكن اقول لحضرتك انه يعني باللي انا بتابعه انه ترامب كان دايما بيراهن على الاداء الاقتصادي وعلى اداء البورصه، وكان بيعتبرها مؤشر من المؤشرات الهامه اللي بيخلي الداخلين في سنه الانتخابات ينظروا ليها. الان هذا الوضع يعني ليس كما يرغب ويعني يتمنى اكثر من اي حد ثاني، كلنا نتمنى هذا التمني بانه عوده النشاط الاقتصادي تكون عاجله، وانه التعافي يكون واخد ليس دايما بيقال حرف يو اللي في انك انت نزلت فعايز تطلع كده بالراحه، لا عايز يبقى في شكل حرف في. دي مساله يعني سوف يحكم عليها الوقت، وهو زينا كلنا خاضع لتعليمات الطبيب والخبير. يعني قبل ما اسيب حضرتك كان في كتاب يهمك كاعلامي يا استاذ سامر، اتفضل، بيقول لك انه ايه، احنا في عصر موت الخبراء او موت الخبره، ديث اوف اكسبرتيز، كان من الكتب الاكثر مبيعا من حوالي 3 أو 4 سنين. ان اي حد عنده حساب كده على تويتر ولا على فيسبوك وراه 20 ولا 30 الف ولا مليون متابع، رأيه حتى لو مش متخصص ده أهم من المتخصص. يعني لو دخلت في جدل مع واحد في هارفرد متخصص في الطب الأوبئة من قبل هذا الوباء، كان الناس يقول لك لا، وجهة نظرك أنت كهاوي أو متابع أهم من المتخصص. دلوقتي إحنا رجعنا لعصر المتخصصين، فترامب وغيره رجوعا لسؤالك، هو ورا المتخصص، ما بيقولش وجهة نظره، ساعات بيقولها، ولكن كل قادة العالم الآن قبل ما بياخد قرار بيرجع للخبير المتخصص في هذا المجال، منظمة الصحة العالمية، الخبراء الوطنيين، وزراء الصحة، هيئات الطب والتمريض اللي بتقوم بعمل جبار، هم اللي بيدوك المؤشر الأول قبل المؤشر الاقتصادي، وفي الآخر قرارك السياسي بيكون مستند لكل هذه التغيرات. ده كلام محترم. دكتور محمود محي الدين، انا بشكرك شكرا جزيلا، واسف اطلت عليك، بس كان الود ود ان احنا يعني ننهل منك قدر الامكان الاشتياق المصريين كله بيكنوه لك وتقديرهم واحترامهم.